وجوب نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الله ما بعث نبيا إلا ناصبه من يناصبه العداء من الخلق ابتلاء وامتحانا، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فما من نبي بعثه الله إلا ويكون في طريقه من الأعداء من ينصب له المكايد، ولكن الرسل عليهم الصلاة والسلام يصبرون على مكائد أعدائهم ويقومون بإبطالها. ولا شك أن الباطل زهوق، كما قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.